مرحبا عائلة قناة شامل، نتقدم بأحر التحيات والتهاني لكم جميعا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. نتمنى أن يكون هذا الشهر المبارك مليئا بالبركات والسعادة والتقرب إلى الله. إنه وقت رائع للتأمل والعبادة والتواصل الأسري. نحن سعداء جدا بوجودكم في عائلتنا على قناتنا، ونقدر دعمكم ومشاركتكم في رحلتنا. نحن ملتزمون بتقديم محتوى شامل ومفيد يلبي احتياجاتكم ويساعدكم في هذا الشهر الفضيل. في مقطع اليوم سنناقش موضوعا مهما ومثيرا للجدل، هل من الأمن ممارسة الرياضة أثناء الصوم؟ مع اقتراب شهر رمضان المبارك يثار هذا السؤال في أذهان العديد من الناس، هل يمكننا الالتزام بالصيام وممارسة النشاط البدني في الوقت نفسه؟ هل تؤثر الرياضة على صحتنا أثناء فترة الصوم؟ خلال هذا الفيديو سنستكشف الحقائق ونستعرض آراء الخبراء في هذا المجال. هل أنتم مستعدون؟ دعونا نبدأ على بركة الله. هل تفكر بالامتناع عن ممارسة الرياضة أثناء الصوم؟ فكر مرة أخرى. إن كنت تخطط للتخلي عن روتين التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، فعليك التفكير مرة أخرى، إذ يرى الخبراء أن التمارين والصيام يمكن أن يسيران معا بشكل ممتاز إن تم وضع خطة ملائمة لذلك أثناء الصيام خلال الشهر الكريم. التمارين والصيام. وفقا لرأي الخبراء وللحصول على نتائج أفضل، يفضل ممارسة الرياضة أثناء الصيام، فإن ممارسة الرياضة أثناء الصيام تجعل من عقولنا، ألياف العضلية والأعصاب أكثر شباباً. نقلت تصريحات طبيب لصحيفة الخليج تايمز، قال: عندما نمارس الرياضة أثناء الصيام فإن الجسم يجبر بشكل أساسي على التخلص من الدهون عبر تنشيط الجهاز العصبي الودي الذي يقوم بدوره بالتحكم بعمليات حرق الدهون في الجسم. كما تساعد التمارين الرياضية في نهار شهر رمضان المبارك على الحفاظ على الوزن ومنع الجسم من تخزين الدهون وبالتالي السمنة. ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك؟ يقترح الدكتور جافد ممارسة الرياضة بعد صلاة التراويح ليلاً، فهو الوقت الملائم لاستهلاك المياه والوجبات المساعدة في التمرين، كما يمكن إجراء بعض التمارين بعد الإفطار أو قبل السحور، إذ يرى الخبراء أن ممارسة التمارين قبل ساعة من الصيام يمنح الجسم مرونة أكثر في الأكل خلال فترة قصيرة ويزيد من نشاطه. ما هي نوعية التمارين التي يمكن ممارستها أثناء الصوم؟ بشكل عام عليك تجنب تمارين الشدة العالية التي ترفع من معدل النبض لأكثر من 150 في الدقيقة، خاصة إن كنت لم تفطر بعد، وينصح بالقيام بتمارين بطيئة أو معتدلة، ويقترح الخبراء ممارسة تمارين المشي السريع والركض البطيء وركوب الدراجات والتمارين الخفيفة في صالة الألعاب الرياضية. قبل كل شيء من المهم اتباع نظام غذائي متوازن يقوم على تناول كمية كافية من السوائل المساعدة في الروتين الرياضي اليومي خلال شهر رمضان المبارك، كما يجب إدخال كمية كافية من الكربوهيدرات في وجبة السحور لتساعد الجسم على البقاء في حالة يقظة ونشاط، واتباع نظام غذائي غني بالبروتين بعد وجبة الإفطار لمساعدة خلايا الجسم على التجدد. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الفيديو حول ممارسة الرياضة أثناء الصوم. في الختام، من الواضح أن الصيام والنشاط البدني يمكن أن يتوافقا معا بشكل آمن وصحي إذا تم التخطيط بعناية. يجب أن نأخذ في الاعتبار حالتنا الصحية العامة ومستوى لياقتنا البدنية عند تحديد نوع ومستوى التمارين التي نقوم بها. لا تنسوا أن تستشيروا أطباءكم أو خبراء التغذية قبل البدء في أي برنامج رياضي أثناء الصيام. احرصوا على الاستماع إلى جسمكم والاهتمام بتوفير السوائل الكافية والتغذية المناسبة أثناء فترة الصوم وبعدها. نود أن نسمع آراءكم وتجاربكم في التعليقات بخصوص هذا الموضوع. هل تمارسون الرياضة أثناء الصوم؟ وما هي الفوائد التي لاحظتموها؟ شاركونا آراءكم وقصصكم. شكرا لكم على المشاهدة، ونتمنى لكم شهر رمضان مباركا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في فيديوهاتنا القادمة. وداعاً.